اليوم في حلة المزايا اللي أحسن ناقة وأحسن مخلولة وأحسن متلبون وأحسن حوارة، وعندها معايير كنعرفوها احنا ككسابة وكلجنة تحكيم لتجيم دولة الإمارات، يعني أحسن ناقة أجمل أنظف، هذا هو المعايير اللي كنشدو من أجل تشجيع الكساب المحافظة على القطاع ينظفوا ويتهلا فيه وباش يهتم به أكثر، وكنعطوهم زوايز على هذا الأساس من أجل تشجيعه باش تشجيعه باش ما يهملوا ما ينهملش القطاع ويبقى دائما مستمر، تبقى هاي ثقافة خلوها الآباء والأجداد، وإحنا محافظين اليوم نتمنى وخلوها لأبنائنا إن شاء الله، وإحنا ماشيين في هذا الميدان بجهد الله، ونشكر كل من ساهم لا من بعيد ولا من قريب من أجل إنجاح هذا القطاع من أجل إنجاح هذا التراث. زواج كدعم من دولة الإمارات بالنسبة لهذه المزايا، وحتى عندنا اتفاقية على شراكة مع دولة الإمارات، وعندنا شراكة مع وزارة الفلاحة، وعندنا شراكة مع مؤسسة مقر، وهذا الدعم ديال 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 المزايا كنعطوا القطاع الفايز الأول 10,000 درهم وقاضين به إلى العشر، أي شوط كيفوزوا فيه 10 كيفوزوا فيه 10 ومن 10,000 درهم إلى آخر واحد 2500 درهم، حابطة بألف درهم ألف درهم ألف درهم. اليوم عندنا الحوار وعندنا المخلول وعندنا الحقة في الناتي، الحمد لله دازوا 3 أشواط مزيانة، وغدا إن شاء الله وبإذن الله عندنا الجدعة وعندنا الثنية وعندنا الرضاعية. بالنسبة للمواصفات الإبل، نحن والإمارات الشقيقة عندنا اختلاف، الاختلاف كالإماراتيين بالنسبة للنقط اللي كيفضلوا هما كيشوفوا اللي رقبتها طويله وكيشوفوا اللي غابها طويل وكيشوفوا اللون ديالها الشكليه، كيشوفوا الصدر ديالها كيكون متسع وكيشوفوا ودنيها كيكونوا واقفين، هادو هما المسائل بعد اللي كيعتمدوا عليهم الامارات بالخصوص. عندهم واحد الميزات ثانيه احنا مازال ما طورنا باش نعرفوها، ولكن الحمد لله يعني سنه ورا سنه كنعرفوا مسائل جديده علينا. كاين اصناف، كاين الحوار وكاين من تلبون وكاين الحقه، يعني مدة سنة سنتين إلى 3 سنوات، يعني سنة الحوار كتكون عنده سنة، وباللبون سنتين والحقة 3 سنوات. أول حاجة كنا إحنا ما كناش كنعتمدوا لهذه المسألة، كنا كنشوفوها يعني كنا كنشوفوها بواحد البعد، ولكن الحمد لله دابا تعمقنا فيه ولينا كنشاركوا الحمد لله دابا عامين الحمد لله ولينا كنشاركوا، وشفت الناس يعني كل سباق كتشوف ناس جديده الحمد لله، كل سباق كل موسم شاركوا هنا تيا، ونحب نشكروا دوله الامارات اللي مساعدانا ومساعده في تقدم السباقات اللي هيجن، وحنا واحدين من اهل البل واهل الحيه، واحدين من الكسابه اللي عادنا مده هون، والحمد لله كما كتشوفوا اليوم كل المهرجان كل سنه كيتقام تحت تنظيم دولة الإمارات الشقيقة. برنامج اليومي ديالنا حنا كل إبل السباق كل يوم كندربوها، كل يوم لها تدريب في الصبح تدريب في العشية، ونعلفوها في الصبح ونعلفوها في العشية وندوشوا لها ونسقوا لها، وداك كامل الحمد لله بفضل الخدامة اللي معانا، وداك كامل حنا واحدين من هون الكساب، أو الحمد لله كل موسم مشاركين وكل موسم راقمين اللهم لك الحمد، هذا ياسر من فضل مولانا والله. الا تبارك اليوم الاكل ديالها كل يوم الى ما كلتو كل 1000 درهم 1000 درهم الى 2000 درهم في النهار، وكل الحمد لله كتنتج بعد ذلك كل سباق كيخلق كتنتج المصروف اليومي ديالك وتنتج الرباح ايضا وتنتج راس المال وتنتج ذاك كامل الحمد لله، هذا ياسر من فضل مولانا.